اختتم لاعبو سلطنة عمان بالمملكة العربية السعودية مشاركتهم في منافسات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشا المفتوحة، وعادوا من أراضي المملكة محملين بالذهب والبرونز بعد أن توج اللاعب محمد الزعابي بالمركز الأول في تصنيف البي سي 4، فيما أحرز اللاعب سلطان لوهيبي المركز الثالث في منافسات البي سي 2. شاركت أول بطولة عندي هذه في تبوك المملكة العربية السعودية، كان شعور يعني أول مرة تجربة هذه، والحمد لله حققت لنا إني بالمركز الأول لله الحمد ورفعت علم السلطنة. كان منافسين قويين بي سي 2 وأنا حققت على برونزية على 14 شخص، والحمد لله في القادم نجيب الأول. وتعد هذه الرياضة رياضة بارلمبية تنافسية تمارس فردية ثنائية أو جماعية، وتعتمد على الاستراتيجية والدقة في اللعب. خصوصية هذه اللعبة أنها في الفئة المستهدفة، لأنها تستهدف الإعاقات الحركية الشديدة في أغلب الأحيان، يعني الإعاقات الأشخاص اللي نقول ما يقدروا يمارسوا أي رياضة، فهذه البوتشا هي بالعكس تستهدف الإعاقات الشديدة، فهذا يعني بيكون له تأثير إيجابي طبعا في نفسية يعني الأشخاص، وبتكون يعني مجال من مجالات يعني إدماجهم في الحياة الرياضية وحتى في الحياة يعني الاجتماعية. ويهدف القائمون على هذه الرياضة إلى صناعة جيل رياضي قادر على المنافسة في مختلف المسابقات والألعاب والرياضات. هذه الكرة حققت أحلام كثير من الذين لم تمكنهم قدراتهم البدنية من المشاركة في لعب كرة القدم أو اليد أو السلة، ففتحت لهم آفاقا جديدة تمكنهم من لعب الكرة التي لطالما حلموا بها. رياضة البوتشا متنفس حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمل أبعادا أكبر من أن يتم اختزالها في نشاط رياضي. من محافظة مسقط، خليفة بن سليمان السريري.